السلام عليكم، مرحبا بكم عندي. اليوم راح نحضر معكم هذه الوصفه تاع الحرور بغرقده، وقلت نصورها معكم. نحتاج الحرور، راني منقياتها ومسقماتها، راني دايره باغا ندير جوج انواع تاع الحرور. الحرور هكا مجبور، والحرور هذا راني باغا نطحنه. ها هو راني قال عليه الزريعه ومنقياته. نبدا بالحرور هذا المجبور. نحتاج فيه عندي، نحتاج الماء، وهاد الباقي اللي معقماهم، والخل والملح. درك نحله في الوسط هنا الحرور. نحتاج الماء، راني دايره كاس ماء. ندير نص كاس خل، ها هو نص كاس خل. ندير جوج مغارف ملح، نزيد الثالثة، خلط كل شيء مع بعضه حتى يذوب هذاك الملح. بالنسبة للماء راني غالياته واحد خمس دقايق، وطفيت عليه وخليته يبرد، عاد درته هنا. ندير الحرور في البوقار، نعمره كامل. هاني عمرته كامل، درك ندير له الخل، هاد اللي خلطته معاكم. نزيد واحد شوية زيت من الفوق، نغطي به كاع بالزيت من الفوق. ها هي نبلعها ونخليها. بالنسبة للطريقة الثانية تاع الترقاد، راح نطحن هاد الحرور، نديرها هنا في الطحانة. ندير واحد جوج سنات ثوم ونطحنه. ها هو تطحن. نجيب هاد الطريقة، دوك نديره هنا باش يكتر، إلا كان فيه شوي ما من يتطحن كيطلق الماء. نديره هنا، باش نخليه يكتر الماء نتاعه، ونكمل الآخرين.
نكمل الحر اللي يبقى. بعد ما قطرت شوفوا شحال نزل الماء، كون يقعد الماء الحرور هاد الحرور المطحون يدير الريحة اللي يغمل، خصه كاع الماء ينزل منه. ها هو بعد ما قطر مليح درك ندير له مغرف ملح، ندير الخل، ندير غير الملح والخل، هذا ما ندير، نزود شويه خل، ندير قيمة كاس خل، ونزيد نص مغرف ملح، هو نص مغرف زدت نص مغرف. هاد الحرور المطحون كيجي هايل، غير جربوه ما تندموش عليه. دوك نديرها في البوقه نعمره، زيد واحد شوي زيت من فوق، غير نغطيه ونخليه يترقد، غير تحلوه ديروه في الفريجيدان خصها ما يقعدش لبرا.